دي القيمة اللي بيمثلها لهذا الجيل. احنا بنتكلم جيل ما بين يعني من 20 لحد 35 سنة تقريبا، اللي بدأوا. احنا بنتكلم من 92، زي ما قال محمد توفيق، هو بدأ يكسر حالة الاحتكار اللي عند كتاب الستينات ويبقى كاتب شعبي له مؤلفات كثيرة. عايز اقول لحضراتكم، يعني انا هعمل نقلة في التقييم الظاهرة، يعني تقييم احمد خالد توفيق في جيل ملطوش بيه، جيل ممكن نقول انهم دراويش احمد خالد توفيق، والدراويش دول لا يقبلوا فيه يعني اي كلمة. لكن انا هنا النهاردة بعمل نوع من التقييم للظاهرة، سواء تقييم ثقافي او تقييم، وده مهم جدا، سياسي، وهقول ليه سياسي. لكن خليني اسمع برضو جزء من التقييم الجيل ده، برضو ناس شايفة انه لا، في مبالغة في قيمة احمد خالد توفيق. خليني اسمع من زميلتي الكاتبة والشاعرة الاستاذة سارة علام. سارة، ازيك يا سارة؟ ازيك يا دكتور محمد؟ ايه الاخبار، عامله ايه؟ انت كتبتي قبل وفاة احمد خالد توفيق يعني بوست كده على صفحتك، يعني كان باين منه انك مش من دراويشه، يعني مش من مريديه. قولي لي انت الاول، قريتي له ولا ما قريتلوش؟ انا قريت له، بس انا ما بحبش فكرة الخيال العلمي، يعني مش من هواة الخيال العلمي. قريت له مثلا وانا عندي 12 او 13 سنة، وبعدين يعني بطلت اقرا له، يعني ولا حبيت ادهم صبري رجل المستحيل ولا ما وراء الطبيعة، يعني ما كنتش حابة فكرة ادب الرعب دي. وقريت في الفترة دي، في المرحلة دي، قريت الالغاز المغامرين الخمسة بتاعت محمود سالم. لكن هو طبعا يعني ربنا يرحم الكاتب احمد خالد توفيق، انه اللي حصل بعد وفاته انه الرجل كان قريب الصلة بقراء، وكان صديق لكل القراء. كل الكتاب بتوع الجيل الجديد بيحتفظوا بخطابات من احمد خالد توفيق، كان بيشجعهم فيها على القراية وعلى الكتابة. فحتى لو يعني انت شايفة يعني شايفة ان شايفة ان قيمته اكتر، شايفة ان قيمته اكتر سارة، انه يعني لعب دور انساني في هذا الجيل الجديد من الكتاب، وهو كان متواصل برضو مع قراء، حتى بيروح لهم مناسباتهم، بيستضيفهم، يقعد معهم على القهوة. هل شايفة أن قيمته الإنسانية تعلو كثيرا قيمته الأدبية والفكرية؟ أنا شايفة أنه قيمته الإنسانية كانت كبيرة جدا، وكان راجل قريب الصلة بكل القراء وكل الكتاب بتوع الجيل الجديد. كتاب لكل واحد رسالة، أو شجعه، أو كتب له على ظهر الغلاف. دي حاجات الكتاب من جيل اكبر مش دايما بيعملوها مع الكتاب الشباب. هو راجل قيمته الانسانيه، وكان ده مش الخلق، كان راجل مثقف ولطيف، وده مش الخلق، فكانوا الكتاب الجيل الشباب بيحبوه. مهما اختلفنا او اتفقنا على قيمته كاديب، ده محل تقييم النقاد، او حتى مش في محله ان انا اقوله هو راجل متوفي، لكن هو لا يا ساره خليكي لطيفه، يعني احنا بنشتغل صحافه والاعلام، فالميت حي بنقيمهم، يعني ملوش علاقه بانه مات ولا ما ماتش. دراويش، وانا مش من دراويش ولا من ولا بحب مدرسه ادب الرعب دي اصلا في الكتابه. يعني مش دي المدرسه، اللون اللي بيستهويني خالص، يعني مش ما اقدرش حتى اقراها، يعني صحيح ما بحسش ان هي بتقدم لي حاجه معرفيا او حتى لغويا على في اللغه او الاسلوب. بشكرك زميلتنا الصحفيه والشاعره ساره علام.